خلصنا يا ميس الانترودكشن بتاعتنا، نبتدي بقى على اول لسن معانا في الترم التاني. اول حاجة يا ميس دلوقتي احنا بنتكلم على حاجة اسمها chemical reactions. يعني ايه ميس chemical reactions؟ يعني لو انا عندي الانجريدينز ديت الايج والشوجر والاويل والبودر عشان ابتدي ان انا اعمل كيك، يعني انا محتاجة ingredient او reactants، تمام؟ عشان يا ميس يعملوا رياكت مع بعض عشان يديني برودكت او نيو برودكت، حاجه جديده. يبقى انا يا ميس عندي رياكتنت عشان تديني برودكت، انا بمثلها بالبيكتشر دي. هو ده اللي انا بقول عليه حاجه اسمها الكيميكال رياكشن. يعني ايه برضك يا ميس؟ قال لي الكيميكال رياكشن ده يا ميس انا بعمل حاجه اسمها بريكنج اب، بكسر البوندز ما بين مين؟ ما بين الرياكتنت. طب وبعمل ايه يا ميس؟ بعمل نيو فورميشن، بكون حاجه جديده، نيو بوندز بكونها في البرودكت. ده اللي انا بقول عليه الكيميكال رياكشن. قال لي طب تعالوا كده مع بعض نشوف الترم بتاعنا. ادي الكيميكال رياكشن، اتس بريكنج اب اوف بوندز ان ذا رياكتنتس. بعمل بريكنج اب، بكسر يا ميس البوندز الموجوده في الرياكتنتس عشان اعمل نيو فورميشن او نيو بوندز جديده في البرودكت. قال لي طيب. طب دلوقتي يا ميس تفتكري الكيميكال رياكشنز دي مهمه وبتفيدنا في الاور لايف في حياتنا؟ قال لي طبعا يا ميس، انا من غير يا ميس الكيميكال رياكشن البلانت مش هيقدر يعمل اتس اون فود. ليه يا ميس؟ لانه معتمد على الفوتوسينثيسيس بروسيس، ودي عباره عن كيميكال رياكشن. انت قلتي لي الكيميكال رياكشن انا محتاج رياكتنت يديني برودكت. طب ايه الرياكتنت اللي موجوده هنا في الفوتوسينثيسيس بروسيس؟ عندي الكربون دايكسيد، وعندي الووتر، وعندي يا ميس كمان مين؟ وعندي sunlight. ادي يا ميس كده بقول عليهم reactants عشان يديني مين؟ يديني يا ميس الاكسجين ويديني الشوجر. يبقى انا هنا في chemical reaction في photosynthesis process ولا ما فيش؟ في. ايه كمان يا ميس؟ قال لي انا بستخدم يا ميس chemical reaction او بتفيدنا يا ميس في manufacturing، في الايه يا ميس؟ في الميديسن، في صناعه الميديسن، الفايبرز يا ميس، وكمان الفيرتيلايزرز، الاسمده. قال لي طيب دلوقتي يا ميس انا عايز اسالك سؤال، هل يا ميس chemical reaction دي يعني one type، نوع واحد، ولا ميس types انواع؟ قال لي لا طبعا انواع. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه هي types of chemical reactions. قال لي عندي حاجة اسمها thermal decomposition reactions، وعندي حاجة اسمها substitution reactions، وعندي oxidation and reduction reactions. ايه ميس الكلام الصعب ده؟ واحدة واحدة هناخد كل الحاجات دي بالتفصيل. اول حاجة يا ميس thermal decomposition reaction، لو هنيجي نلاحظ مع بعض هنا، انا كاتبه هنا نمبر 5، وهنا ميس substitution reactions انا كاتبه نمبر 2، وهنا ميس الاكسيديشن اند ريدكشن رياكشنز انا كاتبه نمبر 2. ايه ميس النمبرز دي؟ قال لي خلي بالك الثيرمال ديكومبوزيشن يا ميس ذا فيرست تايب اوف كيميكال رياكشن، الثيرمال ده جواه 5 تايبس. هنا ميس substitution reaction ده يا ميس جواه 2 تايبس، وعندي الاكسيديشن ريدكشن ده جواه يا ميس ايه 2 تايبس. قال لي طيب